بلا ابن الوزير ممنوع تحط الطيارة. يخيل إلى من يسمع هذا الكلام أنه ورد ضمن لعبة طفولية أو خلال فيلم التجربة الدنماركية لعادل إمام، لكن ويا للأسف كلام مشابه لهذا أعاد طائرة الميدل إيست إلى لبنان. فعند الساعة 1:15 أقلعت طائرة الميدل إيست متأخرة 6 دقائق عن موعدها، والسبب تأخر راكبين ظهر اسمهما في قائمة الأشخاص الذين أنجزوا تسجيل أسمائهم أو التشيك إن، لكنهما وبعد نداءات عديدة لم يتوجها إلى الطائرة. وبعد 20 دقيقة من الإقلاع تم إعلام قبطان الطائرة أنه لو يسمح لها بالنزول في مطار بغداد ليتبين أن أحد الراكبين هو ابن وزير النقل العراقي هادي العامري. فابن معاليه تذكر متأخرا أن للطائرة موعد إقلاع عليه احترامه، ويبدو أنه اتصل بوالده ليبلغه أن الطائرة أقلعت من دونه. الميدل إيست وبهدف حل الموضوع عرضت أن تعود إلى مطار بيروت لتقل الابن الضائع، لكن سرعان ما اكتشفت أنه غادر المطار من دون أن يترك رقمه أو أي وسيلة للاتصال به. وهكذا بسبب الابن المدلل عاد 71 راكبا إلى بيروت، وتأخرت عودة ركاب كان من المفترض أن يستقل هذه الطائرة. نحن عم نشتغل ببغداد أسبوعين، نجي الأسبوع مرة، ومثل العادة طيارة بيروت تطلع على 4 بعد الظهر، صار الساعة 5 وبعد ما كنا عارفين شو عم بيصير. بيجينا خبر انه طيارة الميدل إيست رجعت، لانه ابن وزير الموصلات ما قدر يوصل على المطار ورجع السيارة. ونحن هون بينا للساعة 5 ونحن واقفين شغلنا بكره، المواعيد عاملينه على اساس نوصل اليوم نخلص شغلنا بكره. وما حدا اجى سالنا لما بدكم شو بدكم تعملوا، وتركونا هيك على الساعة 5:30 الظهر ما رجعنا. عم نجرب نعمل حجز لبكره، طلعت حتى طيارة مدريد بكره فوري لانه هي محجوزه، فتح السياره على حساب وتاكسي، العالم تبهدل من بيروت لهون والعالم اللي قاعده ما ترجع بيروت، لانه ابن الوزير تاخر بالنوم بعد الظهر وخلص نحن مجبورين ناخذ الحكم، يعني حكم ما رقوش. وزير الاشغال العامه والنقل غازي زعيتر رفض الحديث عن الموضوع قبل حصوله على تقرير بخصوص ما حصل، ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي امر بطرد ومحاسبه كل من تثبت مسؤوليته في اعاده الطائره اللبنانيه. اما وزاره النقل العراقيه فاكدت ان اعاده الطائره كانت لاسباب فنيه بالمدرج، لكن هل تكفي المحاسبه للتعويض على ركاب تاخرت اشغالهم بسبب نزوات صبيانية، وللتعويض على شركة الميدل إيست من جراء خسائر تكبدتها؟ والسؤال الأكبر، هل سيتكرر هذا المشهد يوم الجمعة عندما تقلع رحلة الميدل إيست إلى العراق؟ هذا في حال تأخر ابن هذا الوزير أو غيره ممن يعتبرون أنفسهم شخصيات درجة أولى.